قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أحسن الله إليكم. يقول السائل من فرنسا: ما بماذا نرد على جماعة التبليغ عندما يقولون أن ما نفعله هو فقط نظام كالذين يدرسون في الجامعة يجتمعون للدراسة وفي القديم في المساجد وليس ببدعة؟ جماعة التبليغ منهجهم معروف، معروف لأهل العلم لا للجهال، معروف منهجهم، وأنهم جهال بالعقيدة، وأنهم إذا نزلوا مسجد فيه قبر ما أنكروا المنكر ولا أمروا بمعروف، وأن قادتهم الأعاجم واقعين في الغلو في شرك القبور، حتى إن رئيسهم الأول يدعي بأن هذه الجماعة أمر بتأسيسها الرسول، نزل الرسول وأمره أن يؤسس جماعة التبليغ، وهذا من الكذب. فهم جهال يفسرون الأمور بغير تفسيرها ويفعلون أشياء فيها من الكذب الصريح، يدعون الكرامات ويدعون ليرغبوا الناس يخرجوا معهم. وكم من العلماء الأفاضل الذين نثق في علمهم منعوا من الخروج من جماعة التبليغ. فهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله منع من الخروج مع جماعة التبليغ إلا لعالم متبحر في العقيدة يعلمهم، وهم لا يرضون. إذا قام المعلم يعلم في العقيدة يخرجون من المسجد، يقولون هذا التوحيد ينفر الناس، فلا بد يعني نتلطف مع الناس. هذا فهمهم، فهم سقيم. والرسول أول ما بدأ يعلم العقيدة 13 سنة، فهذا من الفهم السقيم ومن المغالطة للناس. وهذا حمود التويجري رحمه الله رجل علامة، علامة نجد، بيّن بأن جماعة التبليغ أهل أخطاء شنيعة، وألف كتابا في ذلك سماه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، يحذر منهم وذكر قصصهم وكيفية دعوتهم. وهذا الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ علامة زمانه والمفتي للمملكة العربية السعودية حذر من جماعة التبليغ، وأنذر من يريد أن يساعدهم بالمال أو يستجيب لدعوتهم. وهذا بن عثيمين وهذا بن فوزان وغيرهم وغيرهم من العلماء الأفاضل الذين يؤخذ بعلمهم، ف
فلا نسمع لحيل جماعة التبليغ، ولا يجوز لأحد أن يكثر سوادهم ولا يعتبرهم من الدعاة. الداعي إلى الله لابد أن يملك شروط الدعوة ومؤهلات الدعوة، وأساسها التوحيد وبيان ما يضاد التوحيد من الإشراك بالله. فهم لا يتكلمون ولا يتكلمون في الإشراك بالله تبارك وتعالى، ولا يبينون ضرر الإشراك.